بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة ميرفت هلال، دكتورة في التنمية البشرية والعلاقات الإنسانية، متحدث الرسمي باسم الجبهة السياسية، الجبهة المصرية للدفاع عن الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. الحقيقة فكرتنا في المؤتمر النهاردة احنا بنحاول نجمع شمل المعاقين، بنحاول نوصل لوجهة نظر متكاملة حوالين اختيار المعاقين المفروض ان هم هيدخلوا مجلس النواب ان شاء الله. بنأمل ان احنا نقدر نحط معايير معينة من خلالها نقدر ان احنا نحط نواب يكونوا على جدارة وعلى قدر كبير من المسؤولية في مجلس النواب ان شاء الله. الاولويات دلوقتي بما ان احنا بنقول ان احنا في مرحله، احنا بنشوف احتياجات هذه المرحله. احتياجاتنا في المرحله دي ان احنا عندنا دستور لاول مره بيضع 9 قوانين او 9 مواد خاصه بذوي الاعاقه. احنا محتاجين الناس اللي هتخش البرلمان سواء 8 او سواء 10 او سواء اكتر تكون ناس مؤهله سياسيا على قدر كبير، بحيث انها تقدر تفعل هذه المواد اللي اتحطت في الدستور وتحولها الى قوانين تكون قوانين فاعله ومؤثره وتؤتي للمعاقين بحقهم. تمثيلنا في البرلمان المفروض ان احنا عندنا 8 اعضاء او 8 نواب على القوائم الحزبيه، وفي 2 او 3 ان شاء الله معينين، يعني مش هيقل المجلس النواب اللي جاي عن 10 من ذوي الاعاقه ان شاء الله. ماشي يا فندم، شكرا جزيلا.